حمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي يمكن هو اللي هيغيب فتره طويله. النهارده الدكتور الفريق بيتكلم على مستجدات اصابه حمدي فتحي لاعب الفريق، اللي يمكن حضراتكم عارفين اجرى جراحه يعني في الكوع مؤخرا. وقال يعني الدكتور احمد ابو عبله ان حمدي فتحي هيعمل كمان فحص طبي تحت اشراف الطبيب اللي عمل له العمليه، اللي التعرف بقى على المستجدات. يعني هو خلاص عمل العمليه، لكن الفولو اب بتاع العمليه احنا عارفين يمكن كان حمدي فتحي طبعا مع منتخب مصر اصيب وكان عنده جراحه في الكوع، وكانت الغياب اعتقد من 10 ل 12 اسبوع، يعني تقريبا هيغيب يمكن اكتر من تقريبا شهر وشهر وشويه. طبعا اصابه حمدي فتحي اصابه يعني ربنا طبعا يشفيه ويرجعه بألف سلامة، لأنه عنصر مهم جدا من عناصر خط وسط النادي الأهلي. ولكن يبقى كمان عندنا البدائل، وعندنا البدائل القوية جدا. كمان أحمد أبو عبلة دكتور النادي قال بناء على نتيجة الفحص اللي هيقدمه أو الدكتور اللي عمل العملية هيعمل فحص كامل لحمدي فتحي، ومن خلاله هنحدد بالظبط المهلة اللي إن شاء الله يعود فيها للتدريبات. وخلي بالكم الإصابة في الكوع يعني لا تعوق اللاعب على إجراءات التمرين البدني، ممكن جدا يجري، ممكن جدا يعمل بعض التدريبات بحرص شوية على كوع، لكن في الفترة الأولى طالما في جبس أعتقد هيقعد تقريبا 4-5 أسابيع ويبدأ بعد كده يخش في تدريبات علاجية، وإن شاء الله يعود حمدي فتحي سريعا إن شاء الله. مش أقل من شهرين، هو ده طبيعي شهرين عشان يبدأ إن شاء الله التدريبات مع الفريق. بإذن الله على خير. كانت إصابة قوية أكيد لما كان في المنتخب.